صباح القشطة يا معلم حنك. صباح الفل يا عاد. صباح الفل يا عبد الله. صباح الفل يا عم حنك. يا ابني اللي ايدي نزلك مش قايل لك تأجز لك يومين؟ الايد البطالة نكسة يا معلم حنك. الله، مش انت اللي علمتنا كده ولا ايه؟ ربنا يبارك لك يا ابني. طب اوعي صاحبك كله ياخد له يومين. انت عارف عامل عم حنك. معلم حنفي ايه؟ رجالة المعلم عم بس تخليها عم بقصة عملوا معانا خالص يا حنفي. الله، جمع الرجال بسرعة. يلا معلم. انت معايا عادل ابراهيم؟ معلم ايشو يا ايه جهاز بالراحة فيه مالك؟ المعلم عم بس تخلي حنفي ويعمل الغلط ده حماك. الله يخرب بيتك، استباحتك زي وشك، ما بتجريش غير بأخبار عكرة زيك. وانا غلطان، انا قلت لك انا معلم ميشو، بس على فكره هتولع نار. واحنا يعني اللي هنطفيها؟ ربنا ولع فيك، كلامك كله رش ما يبلش. يا عم ارحمك يا موضوع. بقول لك ايه، ما تشغلش بالك حلك وما تفصلنيش، اللي بينهم برايا. انت ولا جيت لي ولا شفتني، اتكل عليا. يلا امشي. 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 الله يخرب بيتك على الصبح فصلتني. وصلني بالرجال. ملكوش لازمة، ولا أقرب من رئيس حنفي ولا من الموقف هتفقلوا مكانه، فاهمين؟ لم لسانك يا عرة السواقين بدل ما اقطعهولك، وخد الرئيس بتاعك اللي راحت عليه وامشي من هنا. تقطع لسان مين يا عباس؟ اللي سمعته. انت اللي حكايتك خلصت يا عباس، عامل لي فيها ذكر ولمم شوية عيال صيح حواليك، فاكرهم هيحموك؟ عليا الحلال من دليل وعين على ودانهم يابا. ودانهم يالا، يبقى خلاص طلبتهم وانتهى يا عباس. Oh, my God.